مساء الخوت السلام عليكم نتمنى تكونوا كاملين بخير مرحبا بكم في فيديو الفيديو جديد المهم الدراري جايب لكم فيديو اسطوري فيديو يعني عامر بالخدع خدع جديده وخدع لي اسطوريه من طبيعه الحال فقط نتوما الدراري تفرجوا الفيديو كامل حتى الاخر باش تشوفوا الخدع اللي كامل اللي جايب لكم اليوم وما تنساوش الدراري اللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم بالرجوله الخوت اي واحد تفرج في الفيديو كامل وعجبو الفيديو ما ينساش يدير لايك زائد خمسه تعليقات الخوت اي واحد عزيز عليهم مشينا ديروا خمسه تعليقات الدراري بالرجوله محتاج التعليقات ديالكم واللايكات ديالكم يلا الدراري بلا ما نطول لكم بزاف ونمشي نشرح لكم اول خدع جايب لكم اليوم بالرجل الدراري الخدع ديال اليوم شي حاجه اللي غتكون زوينه بزاف يعني خدع ديال السكور وخدع ديال الطاح ضحكوا بزاف ديال الحوايج اللي غيعجبوكم اول حاجه الدراري غنبداو بهذه الخدعه اللي خاصه السكور مكان اسطوري للاختباء يعني طريقه زوينه او سهله بزاف باش تخباو يعني بلاصه خرافيه المهم الدراري اول حاجه غتحتاج جوج ثلاجات ولا ثلاثه على الاقل المهم انا غندير ثلاثه فقط غير باش ما نبقاش نعاود ريكوردي باش ما نصور بزاف المهم كنبقى نصور بزاف اللقطات داكشي على داكشي علاش كنحاول ندير ثلاثه الثلجات اول حاجه غتجيب الثلج الاولى غتحطها بهذه الطريقه هذه ثم الثلج الثانيه غتحطها بهذه الطريقه هذه داكشي اي يعني ساهله الخوت ماشي شي حاجه اللي صعيبه صافي والثلجه الرابعه بغيتي تزيدها نتايا على حساب المهم بغيتي الثلث الثالثه عفوا بغيتي تزيدها تزيدها ما بغيتيش ما تزيدهاش ما تزيدهاش ماشي مشكل المهم الدراري كطلعوا فوق الثلج الاولى هكايا كنت فتح سكوب من الدراري طاحش حيت مبقيتش كنلعب التليفون مازال كنريكوردي بالتليفون واخا يعني كل كنلعب بالتليفون غير كنلعب بي سي والريكورد بالتليفون داكشي علاش التليفون حتى هو مبقيتش كنعرف نلعب به مزيان يعني انالوج وداكشي ولا صعيب بي سي حتى هو مازال الانالوج صعيب مازال مش علمت الآنالوج مزيان في البي سي داكشي علاش مازال ما كنريكوردي به المهم غنتعلم شويه سميتو والانالوج في البي وغادي نبقى ريكورد يعني الفيديوهات كاملين هنا لقدام غيبقاو غير بالبي هذا هذا بالتليفون لكن من بعد غنبقى ريكورد غير بالبي ما المهم الخوت كيف ما شفتوا اطلع هنايا وغتحاول تنقص فوق فوق النخله هذه ايزي ماشي شي حاجه صعيبه راه غير انايا الانالوج المهم التليفون راه شويه مبقيت كنلعب صافي وكتطلع فوق النخله الفوق يعني كطلع الاعلى ديال النخله وغنوريكم حتى كيفاش غيمكن لكم تهبطوا من هنايا بلا داماج بلا شي حاجه وهاد الخدعه زوينه يعني بلا ما تخبب شي كاريطه ولا شي حاجه بالخصوص الناس اللي كيلعبوا السكور ولا الجراند ماستر يعني بغيتي تضمن السكور آه ديالك وكدا وداكشي الشيء يعني خدعه زوينه بزاف غتطلع هنايا فمستحيل انه شي واحد يشوفك ولا يعرف المكان ديالك فاي انت الا شفتي شي واحد اكيد غتقدر تقتلو ساهل يعني غتقدر تقتلو بسهوله ولكن هو ما غاديش يقدر يقتلك بالنسبه كيفاش الدراري يمكن لكم تهبطوا من النخلة النخل يعني في اي نخله تقدر ديرها فيها ماشي بالضروره هذه البلاصه هذه يعني غير تشوفها تكون مقوسه شويه دير ثلج طلع اختار بلاصه فيها الزون فاش تبغي تهبط فتح غير السكوب بحال هكايا وبقى تهبط بشويه بالانالوج يعني بشويه بشويه حتى تهبط للاسفل ما غينقص لك لا دم لا حتى شي حاجه يعني خدعه زوينه وغتفيدكم بزاف الدراري بالنسبه خصوص الدراري اللي كيلعبوا على السكور المهم الدراري دابا غنتاقلوا الخدعه اخرى اللي غتقدر تضمن لك كيل يعني في نسبه ديال 90% غتضمن لك كيل اللي هو هذا المكان الخرافي مكان اسطوري يعني وضع الالغام هاد البلايص الدراري كاين في المهم هذه القنطرات في نسيتي ال# أي قنطرة كاينة هنايا ممكنين جوج يمكن الغام ما كيبانوش الدراري يعني داك الخط حاول تعمرو ليه من قبل الغام اكيد ضروري غيدوز شي واحد من هنا ضروري تقدر دوز شي سكواد ولا شي حاجه فاكيد غادي غادي يشدو اللغم يعني البلاصه ما كيبانش فيها اللغم نهائيا يعني خدعه زوينه آه حتى ولو قربت شي ليه يعني ما كيبانش نهائيا آه باش تعرف الدر... باش تعرفوا الدر... تعرف الدراري ان البلاصه غادي يبان فيها اللغم ولا لا يعني فاش كت... كتوقف فيها انت ديالك ما كيبانوش يعني هاد الخدعه تبقاو تجربوها نتوما في اي بلاصه ما كيبانوش فيها بحال هكا غير شويه كتغبر فرا يعني تقدر دير لهم بحال هادي لا انا ما كنقدرش تصدق لك هنايا فقط في الجانب الاخر اللي تقدر تصدق لك يعني خدعه زوينه ديروا فيها الالغام بزاف ضروري غتبقى تجيب لكم كيلات بالنسبة بالدراري اللي كيلعبوا على السكور ودابا الخوت غنمشيو للخدعه التسليه فقط يعني خدعه زوينه بزاف اول حاجه غتجي هنايا لهاد المنزل اللي كاين في البيك وغادي تجيب سياره صاحبك غيكون معك غيحاول يدفعك بالسياره بشويه يعني تحاول الدراري تكون سياره صاحبي كيدفعك بشوية لأنه فاش كيدفعك بسرعة كطلع غير الفوق وما كتدخلش تمايا هاد الخدعة غير تخليكم تحلقوا تحت الخريطة يعني بشكل خرافي بحال شي هاكر المهم الدراري خاصها تكون عندكم هذيك الطائرة ضروري وتقدر تحلق هنايا تحت الـ تحت الخريطه بشكل اسطوري المهم خدعه زوينه بالنسبه للناس اللي بغاو يجربوها سهله بالنسبه للبان ولا داك الشيء جميع الخدع اللي كندير لكم هاد الدراري نهار بديت في هاد الخدع عمر شي خدعه حط وكان كان عليها البان ولا شي حاجه فمره وحده خدعه اللي كنت درتها وندمش عليها اللي هي خدعه الفيكتور ولكن حيدت الفيديو ديك الساعه يعني ما كنتش انا درتها على اساس حاجة أخرى ولكن صدقت أن الخدعة فيها بزاف ديال الحوايج اللي ما كنت تعرفهم، المهم الدراري هذه خدعة ايزي يعني فاش تموت ولا يقتلوك، فصاحبك يرجعك عادي للجيم وتقدر تكمل عادي تقصر عادي، ودابا الخوت هذه الخدعة تقريبا 50% ديال اللاعبين فري فاير ما عارفينهاش، ففي حالتي إلا تحنسرتي في اللوت، صاحبك جيب شي صاحبك آه غير غيطلع في الطوموبيل وأنت غتحاول تفجر عليه الطوموبيل فاش غيموت فانت كيتحسب لك الكيل مش ماشي كيتحسب لك ولكن شوفوا الدراري عطاوني اللوت بوكس ديالو بحال قتلت شي عدو وطلعوا ليا بحال قتلت شي عدو وقدرت انا ناخذ اللوت بوكس المهم هذاك اللعيبه ديال بياسه ديال السيف كما كنقول لها قدرت تاخذ من صاحبك يعني تدخل عاد تقدروا ديروا كاين يعني الناس عارفين من طبيعه الحال ولكن أكتر ايه ما عارفيناش يعني تقدر تفيدكم بزاف هذا الخدعه عادي تقاولوا مع اصحابكم من طبيعه الحال ودابا غنمشيو لواحد الخدعه اللي زوينه حتى هي غادي تعجبكم اول حاجه غنجيبو غناخدو دوك اللعيبه درون اللي كتقدر تشري من ديك الماكينه ديال التوكن دي دي بالدراهم المهم كتفتح كتحل الدروب هنايا درون عفوا وكتمشي بسرعه كتاكتيفي كريستيانو ولا شي حاجه هكا المهم عندك كيلو ولا شي حاجه المهم خاصك تمشي بسرعه لهذا المنزل هذا وغتشوف ان الدرون فاش كيدوز من فوق هذاك المنزل كيتقدم معاه كيهبط داك الدرون كيهبط بوحدو للاسفل يعني بلا ما تدير نشا شي حاجه كيهبط للاسفل نتوما غادي تشوفوا الدراري المهم بداو كيضاماجيو في خوتنا هادو شتو الدراري يعني الدرون كيهبط غير بوحدو يعني مع كيوصل فوق داك المنزل كيتقلب الدرون وكيهبط بوحدو الا جيتي جي بسرعه يعني اللي كان عندك السرعه انا ما دايرش كيلي هنايا كنت داير كيلي ومع كرونو غتوصل بسرعه غيبان لك انا الدرون ايون فوا كيوصل كيتقاد مع ديك الدار كيتقلب وكيهبط بوحدو غادي نعاودو نديرو الدراري تجربه وركزو مزيان الدراري مع الدرون فاش غادي يعني ما غاديش نوصل بالزربه ولكن غير شوفوا نتوما كيكون غادي فوق الدار وكيتقلب كيدور يعني كيتشحن بحال اللي كيتشحن وكيهبط للاسفل المهم كانوا باي يقتلوني هما اللي عطلوني انا يعني بغاو يتيمو صافي شوفوا الدراري والدرونز الدرونات كيف يقول لكم هابطين فوق من الفوق من السمك كيهبطوا لتحت يعني خدعه زوينه هذه فقط للتسلية بغيتو ديروا سكرين ولا شي حاجه بحال هكا يمكن لكم تجربوا مع اصحابكم حتى لنا الخوت وصلنا لنهايه ديال الفيديو فكنتمنى يكونوا عجبكم الفيديوهات او الخدعه اللي جيب لكم اليوم غير يعني ما تنساوش الدراري التعليقات ديالكم واللايكات ديالكم وما تنساوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وتهلاو في الدراري ونتلاقاو في فيديو ديال ان شاء الله <applause>